دكتور فرج صباح الخير، أهلا وسهلا بك ضيف في برنامج مشوارنا. يا أهلا وسهلا، سعد الله صباحكم وصباح كل مشاهديكم ومتابعيكم. الله يسلمك. نتحدث عن تأسيس الجيش السنوسي بداية، ما هي الدوافع التي دعت الأمير إدريس في ذلك الوقت لتكوين هذه المجموعة في بدايتها؟ نعم، هي طبعا هي ملحمة كبيرة جدا، لعل مدادها هو الوجع والألم الليبي من معتقلات، من قتل وتشريد الليبيين، خاصة بعد إعدام عمر مختار، كانت انتكاسة كبرى لحركة المقاومة، فاضطر الكثير أن يلجأ إلى مصر. تقدم طبعا السيد إدريس في سنة 22 عندما صعد الفاشيستي إلى الحكم في إيطاليا، وألغوا كل اتفاقيات منها الإمارة وغيرها. من القادة الخمس اللي هم طبعا برئاسة عمر المختار، الوحيد التي كتبت له أو نجا من الموت هو الشيخ عبد الحميد العبار، واستطاع أن يفلت وأن يدخل مصر في حين أن استشهد فضيل بمر سبرحيل عمر المختار، وأيضا ثم مات السيد المجاهد عثمان الشامي فيما بعد ما اعتقل. فقامت الحرب العالمية الثانية في سنة 39، رأى سيد إدريس كما رأى الاستراتيجيين البريطانيين بينهم يحاولوا يجمعوا أكبر عدد من الناس أو من القوى الفاعلة على الأرض في حربهم ضد النازية والفاشية. النازية خاصة عندما أعلن موسوليني انضمامه إلى هتلر، فكان لزاما على الليبيين أن يدخلوا مع الحلفاء ضد هذا الحلف، حلف ما يسمى المحور بقيادة ألمانيا. وبالفعل في 9 أغسطس كان هنالك اجتماع كبير في مدينة القاهرة في بيت السيد إدريس في شهر رمضان، في الإسكندرية. في البداية كان في الإسكندرية، ومن ثم اجتمعوا فيما بعد في القاهرة، وكان الرأي على أن يدخلوا مع الإنجليز أو البريطانيين في هذه الحرب، أوكي، لحاجة بريطانيا إلى الليبيين في ذاك الوقت. كم واحد تقريبا في البداية يعني؟ في البداية كانوا مئات، لكن في ذلك الاجتماع أقصد، أو تقريبا مش عارف ما هم عددهم، يجي 40 ممكن، هيك أسماءهم موجودة، هم يعرف كيف حوالي يجي تقريبا 40-50 واحد. كويس. فبالفعل استطاعوا أن يؤلفوا ما عرف بالجيش السنوسي، ومن ثم سمي فيما بعد بجيش التحرير الليبي، وبعدين سمي بالقوة العربية الليبية، Libyan Arab Force LAF. ولكن أنت يعني نقطة التحالف مع الإنجليز في ذلك الوقت من أجل الدخول في حرب ضد إيطاليا، أعتقد أن هناك عدد من هذه المجموعة المؤسسة للجيش السنوسي بداية كانت معارضة لهذه الفكرة، معارضة فكرة التحالف مع بريطانيا. لا، هو فيه طبعا في بعض الناس خاصة من طرابلس الغرب عارضوا فكرة الدخول مع بريطانيا، لأنهم رأوا أن لا محال أن إيطاليا ستنتصر. كانت ألمانيا تكتسح العالم، ولا ننسى في بعض من المشارقة العرب رأوا أن ألمانيا أفضل من بريطانيا، لأن بريطانيا طبعا ارتكبت الجريمة الكبرى في التنازل في بعد بلفور في فلسطين. فبالتالي إلى جانب هنالك من أراد أن يعطل أو يعطل عمل بريطانيا، زي مثلا عبد الرحمن عزام كان يوظف في بعض الشخصيات الليبية، لا سيما الشيخ طاهر أحمد الزاوي وغيره، بالنائي بأنفسهم عن المشاركة في هذا الجيش. لكن جماعتنا نحن رأوا أن لا خيار لنا إلا في الدخول مع هؤلاء، لأن كيف ما قال الشيخ عبد الحميد العبار، قال نمسح كبودنا منهم. فالقصة قصة كانت يعني ما لا يوجد خيار آخر، أنك أنت يا تدخل يا لا، هذه الفرصة. تمام، نعود للنقطة اللي انتهيت منها، النقطة اللي انتهيت منها في سردك. فطبعا اجتمعوا،
الإنجليز رأوا أن بعض من هؤلاء الناس لهم خبرة خبرة قتالية، يعني في بعض منهم كانوا رفاق عمر مختار، ولعل أذكر اسم مثلا التواتي العرابي، العرابي عبد الجليل، هذا من الضباط كان أمر طابور المعية الحرس الخاص لعمر مختار، وكان ملازم لعمر مختار في اللحظة حتى اللحظة الأخيرة لما قبض عليه. حمد المختار مثلا، ناس وجدين يعني. عندنا مجموعة تقريبا خرطت في العسكرية في تركيا، يعني كانوا في ضباط، في مجموعة يعني قصدي لتأسيس هذا، في كانوا في ناس وجدين، حتى ان فيليب وورنر في كتابة قوات السرية في الحرب العالمية الثانية عن الليبيين يقول ان هذول انهم رجال حرب والى الى الى ابعد حد يقول غير منضبطين، لان طبعا يشتغلوا بطريقه ولا نعرف اعدادهم بالضبط، وهذه كل جمله لها تفسيرات كبيره جدا. يعني رجال حرب بالفعل، يعني الشيخ زعيد جربوع يقول احنا لما طلعنا من من من, من ليبيا من برقه وخشينا مصر وبعدين عدينا لفلسطين قعدنا نشتغلوا غادي في مزرعه محمود درويش، قال واذا بلصوص زقبوا على المزرعه، فقال نحن مسكناهم كيف يقول ضربناهم، فقالوا بالمناسبة فالفلسطين قدوا يشيدوا بينا، قال المغاربة أقوياء رجال كذا، ولي سموا بينا المغاربة. تقال نحن عقاب كمشي تسراقة، نحن تعارك احنا والطليان قال 20 سنة على ظهور الخيل بنحصل في عقاب السراقة. وبالفعل جاهم عبد القادر الحسيني وقال لهم انضموا إلى الثورة الفلسطينية الكبرى، وانضموا واستشهد عبد القادر الحسيني وقبضوا على الجماعة هذوم وطردوهم من فلسطين إلى مصر. لكن قالوا لهم حاجه، يعني هذا يحكي لي فيه الشيخ سعيد جربوع نفسه كان احدهم، طبعا كان سعد سليمان، سعد رحوم رقيعي، سعيد جربوع، بالقاسم حفتر ابو المشير، حمد بن شعيب البهيجي المغربي، مجموعه كبيره، عبد الله الفيل، كانوا في فلسطين، كانوا في فلسطين، فقال طردونا لمصر، قال لكن قالوا لنا شنو، قالوا احتمال نحتاجوكم، وبالفعل احتاجوا لهم، هم كلهم خشوا في جيش السنوسي فيما بعد، فكانوا كانوا ناس عندهم مقدر، هذه حاجة كويس. بعدين غير منضبطين، نحن يعني نحن الحديث ذو شجون زي بيقولوا في تفريعات كثيرة، خايف ناخذ تفريع وتقعد الأساس في 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 حديثنا، ولكن برضو حديثنا عن عن هذا التأسيس وهذا الاجتماع وما نتج عنه فيما بعد. وبعدين حتى قصة إن لا يعرفوا لها مع أرقام، يعني مثلا السجل اللي عندنا موجود فيه 11,079 اسم، وأنا عندي السجل 11,079 اسم، أوكي، لكن أنا لقيت إن العدد يتجاوز 16,000، وبالفعل بالمصادفة لقيت واحد كونليل اسمها باري كان في الحرب العالمية الثانية كان ضابط، يقول إن أرقامهم تصل إلى 16,000. إحنا ما ننساش إن في بعض منهم كان ما بيش يسجل اسمه لأن كان يخش ويطلع خلف حدود خطوط الأعداء، كان يخش يتفاوض مع الأهالي مع القبائل، فطبعا الأدوار اللي يلعبون دوار كانت رهيبة جدا. يعني واحدة من الأشياء اللي كانوا يديروا فيها هم أن أولا كان الحشد والتجنيد بين القبائل على الأرض الليبية تعبئة، لأن هم طبعا شنو كانوا هؤلاء الناس الليبيين خاصة كان عندهم ميزتين، يعرفوا التضاريس، يعرفوا الأرض، ويعرفوا الناس، فأنت سهل عليك هذا، سهلت لك الاستكشاف وجمع المعلومات، وهذه مهمة جدا. ثانيا تصفية من يروهم ضباط كبار، يعني كان في محاولة على قتل الرومل في شحات في الجبل الأخضر، أو للدرجة هذه كانت الشهية مفتوحة يعني. نعم نعم، وحتى إن في شخص اسمه مايكل أشر كاتب كتاب اسمه جيت رومل، اقبضوا على رومل، فيقول إن في بعض العرب شاركوا، فلقيت واحد منهم اسمه أحمد القجة فاخري في المرج، قال لي من الجماعة اللي خشينا عليه في رومل لكن ما لقيناش، قلت له بيش نصار، قال لي مسكنا الضباط بتاعه ذبحناه، وبالفعل في الكتاب أنا مذكور، لكن يقول لك أربس العرب عرب. مثلا عندك حماية المخازن وخطوط الإمدادات مهمة جدا، أنك أنت تحمي مخازن اللي هنا الأكل، الوقود، الإمدادات، بعدين تحرير ونقل الأسرى والسجناء الإنجليز، وهذه في قصص كثيرة جدا مروية. يعني أنت تحكي في هذه الوقائع وكأني بيك تستشهد يعني بأن فكرة التأسيس
جيش في ذلك الوقت كان يسبقها نواة أخرى عملية بشكل يعني الجهاد والقتال. طف المكيف معلش. تمام. فكان طبعا مثلا تخريب وتدمير خطوط الإمداد وألياته زي موسى أبو خمس، واحد من الناس اللي اشتركوا في تدمير الناقلة للوقود في معركة العالمين في بنغازي. أوكي. يعني مثلا عندك إنقاذ من قطعت بهم السبل من الضباط والجنود الحلفاء الهاربين وتقديم لها المياد العون. كيف نربطه يعني ما بين ما اللي تحكي عليه وما بين عملية التأسيس؟ لا، ما أنا نحكي لك هذا فيما بعد، لأن هذا ليش هم الإنجليز اختاروا الليبيين كحلفاء لهم. وعلى فكرة اختاروهم كحلفاء مش كجنود تحت منهم. كان جيش سنوس كان لهم راية خاصة، كان لهم باج اسمه السنوسي. أوكي. كيف شكل الراية؟ الراية اللي هي راية برقة الآن. راية السنوسية. كانوا تحت قيادات ليبية يأتمروا بأوامر ليبية. سحق في خطة كبرى يحطوها القادة الإنجليز الحلفاء، ولكن كان الجزئية كان ينفذ فيها الليبيين استبسالهم في معركة طبرق، دخولهم وصولهم إلى منطقة العقيلة، فكانوا يقوموا بأدوار متفاوتة. طيب شنو هي من هي أهم القيادات في ذلك الاجتماع وما بعد؟ يعني كيف وزعت المهام عملية تأسيس الجيش السنوسي؟ طبعا في الجيش السنوسي أسسوهم في منطقة أبو رواش في الجيزة في كيلو تسعة. كيلو تسعة. فكان يجندوا فيهم. أولا جابوا أبناء المهاجرين، ومن ثم كان في فيلقين، فيلق من طرابلس وفيلق من برقة، استسلموا مع كانوا مع الطليان، استسلموا مع من استسلم من الطليان. والفيلق البرقاوي خش على بكرة أبي ينضم إلى الجيش السنوسي. الطرابلسي كانوا متحفظين شوية، خايفين من قصة أنهم ممكن ينتقموا من أهاليهم في المنطقة الغربية الطليان. حتى ان في طلبه من طلبه الازهر كانوا يدرسوا بالازهر انضموا، تجار عندنا ايضا تجار. يعني عندما انا يحكي لي حياه نور الصديق الله يرحمه ويسامحه، قال لي بويا حياه الصديق بن اسماعيل كان يشغل الصديق بن اسماعيل كان عنده دكان في العامريه. فقال جاني والد نوري الصديق، والد نوري كان وزير شاب، كان بعدين قعد قائد الجيش الليبي. قائد الجيش الليبي. قال بويا جابني، قال جابني سيدريس. قال لي سيدريس، قال انا ما عندي من اعطيك لا فلوس ولا شيء، لكن عندي العيل هذا خذه. يعني شوف ضحى بابنه، قال له خذ ابني هذا اكراما له. سيد ادريس علق دبوره يعني نجمه لما خلاه ملازم لنوري الصديق، وارتقى نوري الصديق في مراتب الجيش. تمام. حتى اصبح قائد الجيش الليبي. تمام. هذا اسم من الاسماء. والسنوسي لطيوش بالضبط. باش نبداو بالتدريج عملية التأسيس، كيف تمت، كيف وزعت المهام والأدوار طبعا ما بين القيادات؟ طبعا شن هي أهم القيادات؟ طبعا التدريب كان تحت رعاية الإنجليز القوات البريطانية. طبعا الجيش منظم، نحن جماعتنا تدريب كان في مصر في كان في مصر كان يدربوا فيهم. وطبعا التدريب كان تدريب على المشاة والحمايات والحراسة، على الاستطلاع، الأشياء اللي صعب جدا على الإنجليز يدروه. وأيضا طبعا الليبيين كان صعب عليهم أنهم مثلا يقودوا طيارات أو دبابات، لكن كانوا مكملين لبعض من بعض، لأنك أنت تحتاج إلى قوة استطلاع، إلى قوة مشاة، إلى قوة عمليات خاصة. عجز الإنجليز على القيام بها، فكان يقوم بها الليبيين الراجل على الأرض طبعا. وأيضا قوة تقدر تتحمل، يعني الرجل يقدر يمشي في الصحراء، يعني يقدر يمشي في الجبال الأخضر. يعني الشيخ سعيد جربوع يقول نحن قعدنا في الجبال الأخضر، قال نعيش على النقطات وعلى النباتات الطبيعية بس البرية البعلية، قال ناكله يعني قال ما فيش حاجة ناكلوها، قال ما فيش، لكن قال نحن لأن احنا كيفنا معاه. فهذه كلها كانت أدوار مكملة على صغرها لكن ذات أهمية كبرى في حسم المعركة. طبعا ما تنساش كانت معركة شرسة، لأن بنغازي مثلا استبدلت 5 مرات، يأخذوها الحلفاء يردوها المحور، يأخذوها الحلفاء يردوها المحور، يأخذوها الحلفاء وهكذا. أوكي. تمام. الجيش السنوسي يعني ما توزعش في عموم، أنا ذاك ما زال حاجة اسمها ليبيا ما فيش، يعني لم تولد بعد. لم تولد بعد. كيف تم توزيعها على لو افترضنا ليبيا يعني كمساحة وكرقعة جغرافية؟
يعني فقط في الشرق وجزء من الجنوب. أنا أعرف أن أحمد سيف النصر طبعا هو كله دور أيضا هو تحالف مع فرنسا. هو جيش السنوسي 98% تقريبا من برقة. أوكي. طبعا في لا ننسى في بعض قيادات مصرات انضمت إلى جيش السنوسي مثل نور الصديق مثلا حسين عبد الملك اللي هو جد الأستاذ جمال عبد الملك بتاع التجارة والتنمية. يعني عدد منهم لا بأس بهم. أنا نحكي لك مصراتة مصراتة ما نحكي لكش من عرب برقع ما نحكي لكش من جو من مصراتة جو من مصراتة هذوم اللي أغلبهم كانوا منوئين لرمضان السويحلي أوكي ولجوا هنا أو سنوسيين ينتموا إلى السنوسيين. أوكي. إلى جانب ما ننساش أن طبعا عايز سيف النصر لعب دور كبير جدا في الجنوب. يعني حمد سيف النصر كما تفضل دخل مرزق وعبد الجليل سيف النصر دخل الكفرة. أوكي. تحالفوا مع من؟ تحالف طبعا هم في هذا الانسداد مع الفرنسيس مع الجنرال لوكليرك. كليرك هذا كان القائد الفرنسي الكبير اللي أقسم قسم الكفرة اللي قال نحن لن نرتاح حتى نرفع راية فرنسا على كاتدرائية ستراسبورغ. ستراسبورغ هذه مدينة ألمانية كبيرة جدا. عندما تحرت فرنسا وهزمت ألمانيا ضمتها فرنسا إليها فأصبحت جزء من فرنسا الآن. صحيح. وفيها مقر البرلمان الأوروبي الآن. صحيح. ففهلها رمزية يعني زي ما تقول لن نرتاح حتى نرفع راية الإسلام على مسجد الأقصى. هذه هي تعني هكذا يعني كان بعدين يعني. الفرنسيس طبعا كانت معركتهم الكبرى كانت في بير حكيم ولذلك يوجد محطة قطار جنب برج إيفل اسمها بيق حكيم تخليدا لهذا اليوم لهذه المعركة لأن كانت قوات فرنسا الحرة استبسلت في تلك المعركة ضد المحور. أوكي. وكان معها الجيش السنوسي طبعا الإنجليز وكانوا طبعا كانت قوة كبيرة جدا. عملية التواصل كيف كانت تم يعني عارفين لا في تقنيات ولا في أي شيء عملية التواصل والتنظيم إن نحن نحكو على رقعة جغرافية واسعة وكبيرة هو يبدو عادة يعني كيف تم هو ما هي على حسب المهام. مهام اللي أوكلت إلى الجيش السنوسي وخاصة الفرقة اللي كانت تشتغل مع فلاديمير بينيكوف اللي في بوبسكي برايفت أرمي اللي هو الجيش الخاص بتاع بينيكوف قوات خاصة كانت تقوم بالاستطلاع وقطع إمدادات العدو أوكي والتحشيد. فكانت هذه لا تحتاج تواصل واجد لأن هي تمهد الأرض ومن ثم تأتي القوات فيما بعد المجحفلة الآليات والطيران وغيرها. لكن يعني مثلا كان في معركة طبرق كانت معركة استبسال أول معركة هذه واحدة من المعارك اللي يعني طبعا مع التحالف أول معركة لا مش أول معركة يعني كان في معارك وجدات لكن معركة طبرق واحدة منهم. فكان في حصار لمدينة طبرق فالذين قادوا الاستبسال في تقريبا سنة 41 اللي قادوا الاستبسال كانوا الليبيين اللي هم جيش السنوسي. فكان بينهم المجاهد عبد الرازق العوامي والمجاهد مصطفى الفيتوري وغيرهم. فحتى أن جاء ضابط إنجليزي فقال لهم حضرات ضباط عرب أنت في سلم سلاح. فقال عبد الرازق شو تحكي أنت سلم سلاح قال له إحنا زمان كنا نحارب في طليان بأم حريبة يا بلتو عندنا بنادق اسمح حياتك ما سلم وقال له أنت تسلم يبادلوك بكرة نحن قال له طليان يشنقونا وبالتالي قال له مش حنسلمه. وبالفعل استبسلوا حتى أني قابلت واحد من ضباط جيش السنوسي قال لبعج عبد العال يرحمه ويسامحه فقال لي الاسكتلنديين كانوا معنا قال لي شرسين حتى ما كانوا يقاتلوا معنا قال لي لكن بعد ما كملت المعركة اكتشفنا أنهم كلهم سكارة. فطبعا كانت معركة قوية جدا قوية وشرسة واستشهد فيها ناس كثير يعني طبرق هذه شبه مسحت تمام. نحن أنا قصدي سؤالي للتدليل على بس أو للإشارة على بدايات العمل الفعلي لهذا الجيش داخل الأراضي الليبية الجيش السنوسي. يعني هذه المعارك اللي ذكرتها هي البدايات العملية والواقعية على الأرض كانت أول امتحان للجيش السنوسي وين كان بالضبط؟ أول امتحان طبعا كانت في معركة سيدي براني في البداية في الأربعين في مصر في مصر طبعا طبعا كلها رقعة جغرافية مفتوحة لأن الحدود لم ترسم بعد وبعدين هو امتداد قبلي يعني تعرف طبعا القبائل الليبية تمتد إلى العامرية إلى برج العرب. فكانت في معركة شرسة طبعا ما ننساش أن أولاد علي حتى مشارك طبعا قبائل أولاد علي لأن هي كانت ملحمة بمعنى الكلمة.
واستمرت طبعاً العالمين، بعدين المعارك بتاع بنغازي، المخيل، العزيات، إجدابي، يعني مجموعة معارك، عرفت كيف؟ وطبعاً الليبيين كانوا جزء من هذا الكم. يعني أنا نبي نوضح أن التحالف كان صح نعم بقيادة بريطانيا بهذه اللحظة، لكن كانت جبهة واسعة، كان فيها الفرنسيس، كانوا فيها التشيك، كانوا فيها البولنديين، كانوا فيها اليونانيين، كانوا فيها المالطيين، كانوا فيها السودانيين، كوكتيل. الفرنسيين كانوا معهم جزائريين ومغاربة وتوانسة، سنغاليين، نيجيريين، جنوب أفريقيين. أممية المعركة، معركة أممية بمعنى الكلمة، لذلك سمي بالتحالف. أوكي، في حين أن الطرف الآخر كان ألمانيا وإيطاليا. أوكي، وبعدين انضمت إليهم اليابان، ما يسمى بقوات المحور، وكانت حرب كونية. يعني بعض منها في شمال أفريقيا، لكن أيضا كانت شراسة في أوروبا، كانت في جنوب شرق آسيا، معركة كبيرة، معركة مثلا معركة بيل هاربر، ميناء بيل، اللي الجيش الياباني دمر فيها الأسطول الأمريكي، فكانت واستخدم فيها بعدين السلاح النووي. العالم في ذلك الوقت يعني تلك المرحلة لا تعزل هذه عن معركة. ولذلك دائما نقول يا ليبيين، الجيش السنوسي لكم حق، لكم أن تفتخروا به، لأن شارك العالم في تخليصه من أكبر أيديولوجيتين عفنتين عرفهما العالم، اللي هي أيديولوجية الفاشيست والنازيين. هذه أيديولوجيات عافنة، فبالتالي نحن شاركنا، ورجالنا مثلا زي سعد الحمر القيعي خلى الميلتري كروس، اللي فيكتوريا كروس، من أعلى الأوسمة العسكريين. كثير من الناس كان لهم دور، يعني حتى بعض منهم أسر، يعني زي مثلا الملازم محمد برحيم لعيد بوجازية، أسر في الأول أيام كان مع السيد أحمد شريف، وحطه في جزيرة كورسيكا، وروح لمصر الحرب العالمية، شارك الحرب العالمية الأولى، بعدين في الحرب العالمية الثانية خش سكو، أسروا في المخيلي، جابوا البنغازي، شلوا لطرابلس، بطرابلس شلوا لإيطاليا، أسير بطرابلس شلوا للنمسا، النمسا شلوا لبرلين، برلين دخلت عليه الدبابات الأمريكية حررتها لما حررت ألمانيا. فقصة خيالية تحتاج إلى، لو كان أنا عندنا سينما سيناريست تصنع منها يعني فيلم دراما رهيب جدا. وحتى إن قعد مع زملاء الاسكتلنديين والأستراليين ورسموا وجهه. العجيب إنه هو قال لهم أنا سوداني، فيحكي لي ابنه قال لي لما حرروه قالوا له أنت سوداني، شلوك السودان، قال لهم لا أنا ليبي، قالوا له لا أوراق تقول أنت سوداني، قالوا له لا أنا ليبي، قال شلوه للسودان، روح من السودان اللي عند ليبي على كرعيه، وارتقى حتى أصبح وكيل وزارة الدفاع في ليبيا. وبعض منهم يعني توا أصبحوا أشخاص، يعني زي مثلا حامد العبيدي قعد وزير الدفاع، قلت لك حامد باشا، ولد علي باشا العبيدي. عندنا قلنا شو اسمه هذا، ذكرنا اسمه السنوسي لطيوش، قاعد قائد جيش، نور الصديق قاعد قائد جيش. انت الان تحكي على رموز وقيادات يعني حقيقيه. نعم. يعني متمرسه ومجربه. هذول الناس شافوا الويل. يعني السنوسي لطيوش لما كان مع عمه صالح، لما انكسر الجهاد في الكفرة في المعركة واحتلت الكفرة، الوشنات العائلات دزوهم مشرقك أمه وخواتها، وهم عدوا مقبل شورتشات، فراحوا في الصحراء فردوا أخرى وعدوا مشرق، تصور هو ماشي مشرق لقى أمه واخته ميتات من العطش. يعني لحظات درامية، درامية وانهيار كامل، عرفت كيف؟ الشيخ عبد الحق، لكن هذه كل المواقف تؤجج عمليه طبعا الشيخ محمود بوهدمة، هذا الرجل الغني الفارس، يجد غفير علي غله في مصر، والله الشيخ فضيل مهشش يموت كمدا في المنيا، هذا المجاهد الكبير، هذا تبرع للدور ب100 ناقه، عارف الناقه شو معناها زمان؟ مرسيدس بنز. تصور واحد يتبرع ب100 مرسيدس بنز، اوكي، يقاتل الطليان بكل ما يملك. صاحب القصيدة المشهورة اللي يقول أحوال حائلة بين المنى وطيبة، أحوال جبت للناس فيه الغيبة، يقول أحوالي بكن، أحوال علي يمين وعلي صار يتكن، أحوال خلف عقدات ما ينفكن، باب النجاة من الله يجيبها. يعني كانت مأساة. حتى رد عليه واحد أخر اسمه مربعوين المنفي، كان في المحتقل وكان فقيه، فيسحبه يا واجع الرزق اللي راح منه، يقول له أحوال من شبكهن غير طلبا سهل عليه فككهن.
كان هنا ذنوب برحم تا يتركهن وكان هو رزق ما واعر عليه يجيبه. يعني كانك انت زعلان على الرزق هذا ربي يجيب لك وكان الذنوب ربي يفتحها وتشب. بالفعل الى يومنا هذا في المنيان ما زال في مقبره اسمها مقبره سيدي المحشش نسبه لهذا الرجل الصالح هذا المجاهد الكبير. كويس. انا دكتور بنسالك يعني في ذلك الوقت من دعم الجيش السنوسي بالفلوس بالمال بالسلاح وهذا الاهم؟ هو طبعا التسليح كان لمن؟ على الانجليز؟ لا الانجليز طبعا. بريطانيا هي طبعا بريطانيا تكفلت بهذا حتى كانت تدفع رواتب لان دوله نظاميه طبعا تعامل فيهم اسوة بالهنود والباكستان على فكره حلفاء. يعني لدينا مقابر نحن عندنا مقبره في بنغازي هنا وفي مقبره عندنا في طب في مقابر في طبرق واحده للالمان واحده للفرنسيس واحده للانجليز واحده للكومنولث وفي مقبره في طرابلس. فطبعا بريطانيا امبراطوريه كبرى لها جيش نظامي لها رتب فكان في تدريب كان في مرتبات كان في زي عسكري حتى ان زي مثلا حسين الحلافي الشاعر الشهير هذا كان في الضابط في الجيش السنوسي لكن كان امام دليل الصماده تاع الشيوخ الائمه ولبس لبس العسكريه ففي زي رسمي يعني فما كانش وبالتالي عملية التسليح والدعم نحكم والإدارة والإدارة والضبط والربط طبعا. ولذلك هذا الأمر سهل علينا فيما بعد تأسيس الدولة الليبية. استفدنا من هذه التجربة لأن أنتوني إيدن وزير الخارجية لما طلع في البرلمان الإنجليزي وقال أن هؤلاء الناس ما زالوا يحاولوا معنا ومجهوداتهم العسكرية في الصحراء لا يستطيع أن ينكرها أحد مفيدة كانت وبالتالي لن نسمح لإيطاليا أن تعود لحكم برقة أو حكم السنوسيين. جماعتنا أخذوا هذه الكليشي هذا الجملة هذه وبنوا عليها وطوروها إلى استقلال. وهنا يكمن الذكاء. تمام. نحكو على هذه المرحلة لكن قبلها نبي نعرف أنت يعني حكيت لي قبل ما ندخلوا على الهواء على سلسلة من المعتقلات اللي كانت في بنغازي ومحيطة ببنغازي وكأن بها جاءت انتقاما من هذا التحالف بين الإنجليز. لا 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 هو المعتقلات سبقت ذلك. المعتقلات كانت أول ما نصبت في 28 وكانت في أوجه في سنة 30 وانتهت في 33-34 وهي عبارة عن تقطع العلاقة أو طرق الإمداد ما بين المجاهدين بقيادة عمر مختار والأهالي. فهذه كانت وعلى فكرة يعني لدينا كتاب نحن قمنا بترجمته في مركز السلام يتحدث عليه 19 معتقل 10 منهم في بنغازي وحول بنغازي وهذا يعطي أهمية لهذا المكان لهذه المدينة. أوكي. وكانت معتقلات بشعة بكل ما تعنيه الكلمة لعل أبشعها العقيلة اللي الشاعر بحويش بحويش المنفي اللي يقول ما بمرض غير دار العقيلة. يعني كانت ملحمة بشكل رهيب جدا. لكن أيضا ما ننساش أن عملية المنفيين اللي نفيوا إلى الجزر النائية إلى أوستيكا وإلى بونزا وإلى فافنيانا وإلى ترميني وكيف كانت حتى هي قصص حزينة. وأنا المدة اللي فاتت درت رحلة على خطى المنفيين إلى جزيرة أوستيكا واكتشفت حاجات بشعة هناك. يعني على الأقل يوجد لا يقل عن 279 ليبي مدفون هناك في أوستيكا وبعض منهم من أبناء المجاهدين وأحفادهم وإخوة المجاهدين بل بعض منهم حتى من كان يدعم في المجاهدين زي يوسف لنقي وزي عيت منينة وزي عيت الكيخية الشلماني فضيل الشلماني اللي دار قصيدة رهيبة جدا الله يخرب قرارك يا فابنيانا يدعي عليه فابنيانا وداد الكدر والمهانة فيحكي في يوثق في تلك المرحلة يعلم. بعدين حتى ان في القصيدة انت يذكر في جماعة ان هم ماتوا معنا هنا في فابنيانا هم كانوا اختفوا في برقة زي الشيخ السعدي اللافي شيخ رفاد من تميمي اختفى نيجة القصيدة هذا القصيدة هذه كانت بمثابة شهادة وفاة عرفوا أنه هو مات غادي. فيعني قصص عجيبة تمام جدا. هذه بالنسبة للمعتقلات ولكن أنا نبي نسأل على يعني شنو هن الإجراءات الانتقامية اللي قامت بها إيطاليا ضد هذا التحالف ما بين الجيش السنوسي و
والإنجليز. أي واحد كان له علاقة بالجيش السنوسي كان يعدم مباشرة، حتى أن في منطقة الكاوة في المرج معروفة كانت بالإعدامات، وعندنا هنا في بنغازي ولعل أشهرها تلك الليلة الرهيبة في سنة تقريبا 40 أو 41 عندما دخل الطليان بنغازي، الجيش السنوسي مع الإنجليز بنغازي وحرروهم من الطليان. كان بصحبتهم حياة علي جعودة، وعد الهلا في البركة علي جعودة واحتفلوا به وفرحوا وكذا لكن بعدين صارت هجمة مضادة، جو الألمان والطليان وخذوا بنغازي قرأ، فاضطر أن الحاج حياة علي سيد جعودة أنه ينسحب مع الجيش السنوسي فضابطوا، فانتقموا من أهله قتلوهم ذبحوهم. ما زالت علي جعودة المذبحة الرهيبة كتبها حياة محمد موسى وجعودة الله يرحمه، سماها الليلة الرهيبة. أبادوا عائلة بكاملها، يعني خمس رجالة بكل يعني قتلوهم على كيف، هم عاد يعودوا شوية عددهم، لكن يعني أنت لما تقتل خمس رجالة منه يعني أنت قتلت 70% أو 80% من 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 هذه العائلة، العائلة دفعت ثمن غالي جدا جدا جدا. وهذه عينة أو مثال بس، يعني بسيطة غير من الانتقامات الأخرى واجد، يعني في انتقامات طبعا، في اللي يعني مثلا قبيلة العبادات لما خشوا المعتقل كان حوالي 30,000 اللي روحوا تقريبا 13,000 من العبيدات. يعني شبه قراض، يعني انت برقة فقدت حوالي 60% من سكانها، يعني لو تشوف بنغازي هنا ضربت ب 1200 غارة في الحرب العالمية الثانية، يعني كان دمار. لكن العجيب ان هذه المدينة صعدت من الرماد، نهضت واسست وطن، امارة ومملكة وجامعة كلية عسكرية، مؤسسة ليبيا النفط، مصرفي بالمركزي، واصبحت عاصمة، وكتب فيها احتمد فيها الدستور، وبيع فيها الأمير والملك إدريس، وبعدين جاء القذافي طلع منها، وجاءت الثورة هذه طلعت منها بالضبط، يعني على على مدينة فيها مسرح وفيها يعني أغنية رواية، يعني غريب جدا، غريب جدا. طيب فيما بعد، بعد تحرير بنغازي وتحرير برقة، شو كان دور الجيش هنا مع بناء الدولة وتأسيسها؟ طبعا لا يخفى عليك أن الجيش أهمية كبرى من حيث أنه يثبت الاستقرار والأمان، يعطي الناس نوع من شعور بالأمان والاستقرار، ومن ثم تقدر تستأنف الحياة، لأن بدون أمان ما تقدرش تعيش. فليبيا طبعا كانت فيها ميزاتها، اللي سبق تأسيس الجيش ثم كتابة الدستور ثم إعلان الدولة، كان هذه الأشياء ثلاثة. نحن متخلطين تو هنا الآن، لأن في بعض منا يقول لك لا نديروا دولة بعدين نعيدوا ترتيب الجيش ونديروا الدستور، مش يعني متخلطين مش عارفين. لكن أنت تبي تدير أمن واستقرار، أمن وأمان، بحيث أنك أنت تستطيع أن تفكر براحة وبأريحية بدون ضغوطات أمنية عليك، أوكي، وتستطيع أن تعيش. لأن لما في حالة الأمن والاستقرار كما نشهده الآن في بنغازي، ترى الانتعاش، ترى الاقتصاد يتحرك، الناس تاجر، تشتغل، تبني، تدير، تحاول، ومن ثم تبدا تفكر انك انت كيف تنظم نفسك، وبالتالي تضطر انك يعني تضطر تدخل في الى عقد اجتماعي، هي تفاهم وياك كيف نعيش مع بعضنا، وهذا يسموه في الدستور، هو العقد الاجتماعي، اننا كيف نوياك نحتكم الى اليه معينه لكي نتعايش مع بعضنا البعض في سلم. طيب وبعدين تسقط تلك المرحلة على مرحلتنا الراهنة. فالجيش السنوسي كان الوقت كيف؟ كان هو الجيش السنوسي طبعا، لما جاء الجيش السنوسي حلوه وقعد في جيش الأميري، وبعدين أصبح فيما بعد قوة دفاع برقة، عرفت كيف؟ التسمية بالتدريج تغييرات، عرفت كيف؟ لكن كان في شعور بالأمن والأمان والاستقرار، ومن ثم أصبح حتى الحراك أصبح سلمي. أوكي. لكن بلاد ما زالت محتلة في طبعا من لعند 49 لما قامت الإمارة، وكانت خطوة جبارة وذكية ومقدامة، من حيث أن وضعوا العالم أمام تحديات، حتى أن إدريان بيلت في كتابه بتاع استقلال ليبيا يقول أن برقة كان لها مقومات الدولة. شنو هي مقومات الدولة؟ أنك تكون عندك سلطة ممثلة في الأمير إدريس، عندك أرض وقع عليها، عندك عاصمة حتى وكانت مدمرة، وعندك اقتصاد الناس تعيش تأكل وتشرب، وعندك أمان جيش تحميك، هذه كانت متوفرة، وعندك شعب طبعا هذا كله باسم الشعب. وبعدين نحن في فبراير في 1950 درنا انتخابات حرة ونزيهة في برقة، وانتخبنا 60 نائب، أوكي،
وبدت وداروا اختاروا رئيس وزراء في الاول اختاروا فتح الكيخية ما صارش منه، بعدين استلم عمر باشا الكيخية ابوه، بعدين تكلف محمد السقزلي قعد رئيس وزراء، في حتى في تداول سلمي على السلطه. وعندك وزراء يعني حتى الوزراء تقريبا اربعه يعني مش خمسه يعني، عرفت كيف يعني شويه حتى في تنوع قبائل يعني بعيد عن الجهويه. لا هذه ما كانتش وارده واجد يعني، عرفت كيف؟ الاكفه هو اللي تقدم بالضبط، الاكفه اللي تقدم يعني يعني برقه كانت افضل حاله من الان يعني، عرفت كيف؟ كنا يعني ما لا نرى هذا التنافس القبلي بالطريقه الغير جيده، كنا نتنافس، كان في تنافس محمود بالضبط يعني الافضل انت طلع حتى لو كان موجود يعني اي في وحتى الان يعني ما يعني احيانا لما تشح المصادر الرزق يصير هذا التنافس غير المحمود، لكن لما تريح الناس وكذا يجد في تنافس محمود وبالتالي مسموح. لا حتى منه. التنافس يعني غير المحمود كان وراء توظيف يعني طبعا وراء ماكينه تشتغل زي ما بيقولوا طبعا احيانا لما تدخل الايديولوجيات والافكار هذه طبعا من الحاجات اللي دارها السيد ادريس انه اوقف الحياه الحزبيه يعني فأجلها يعني وكان في مهمة مشكلة. كانت الخطوه هذه كان طبعا هو اراد انه يوحد الكلمه يوحد الكلمه يعني كان في مشكله مع جمعيه عمر المختار وبالتالي استطاعوا ان يجمدوا هذه الخلافات ولعل افضل ميثاق اجتماعي حتى القنصل الايطالي قال لي انتم لديكم ميثاق يعني بمعايير دوليه ميثاق الحرابي 46 ان نؤجل كل خلافاتنا ان نسعى الى بناء الدوله ولا هذا لا يعني ان نتنازل عن خلافاتنا او مشاكلنا او خصوماتنا ولكن نذهب بها الى القضاء اوكي والعجيب ان هم لما قامت الدوله وقام القضاء ما فيش حد عدى القضاء لان تجاوزناها خلاص ارتاحت يا مدينه هي الميثاق الحرابي يتكون من خمس مواد لكن في قمه الروعه يعني في قمة الرقي الحضري أو الحضاري حتى أن اللي موقعين على الميثاق أغلبهم بصمين وهذه يعني أن العلم أحيانا ما هوش يعني مقارنة بالعقل الحكمة والرجاحة بالضبط. نعود لعملية الجيش السنوسي فيما بعد ومواصلة البناء كيف تمت بعد تحرير برقة لين نصتوا زمنيا إلى وقتنا الحالي. إيه طبعا بعدها استمر قامت الدولة بعدين في 56 أسست الكلية العسكرية أو الكلية الحربية وبدأ التدريب المتقدم اللي هو بناء الجيش على أسس عالمية متقدمة معايير دولية. تم حتى إفاد للخارج طبعا وبعدين كان في قواعد مصر والعراق كان في قاعدة بريطانية هنا في عندنا في العدن في طبري وكان في قاعدة أمريكية في ويلز واستفدنا منهم حتى أني سمعت من أحد المختصين في علم الإدارة يقول أن ليبيا استفادت أربع مرات في إدارة الدولة أولا عندما كانت الإدارة البريطانية موجودة في خاصة في ليبيا فاستفدنا منها في الإدارة وهذا طبعا الإدارة في كل شيء عسكرية مدنية اقتصادية سميها مجال ومن ثم قال عندما جاءت الشركات النفطية في الستينات استفدنا الإدارة منها والمرحلة الثالثة كانت عندما جاءت شركة باور روت في النهر الصناعي فاستفدنا منها أيضا. طيب مع وجود الجيش ووجود قواعد أجنبية ألا يعتبر كما كان يقال بأن بهذا الشكل السيادة كانت ناقصة؟ لا وجود قاعدة بريطانية وأمريكية مع وجود جيش ديبي يقود في ذلك الوقت لم يسجل الملك إدريس لم يسجل الإنجليز ولا الأمريكان تدخلوا في الشأن الداخلي لكن وجود قاعدة في حد ذاته يعني بس خلينا نكمل هذا ليس تبرير أنا أعطي فيك معطيات بس بل بالعكس من حقك تبرر مش مشكلة لا مو أنا كقارئ نحط معطيات أمام الناس وهم يختاروا يعني مثلا بعض الناس يقولوا لو ان الانجليز كما يقول انهم جابوا السيد ادريس ولا غيره كان تدخلوا في 69 يعني لما جت ثوره الفتح مستنبر الانقلاب تاع الجزائر كانوا تدخلوا هذه حاجه الامر الثاني ما تنساش ان تعرف ما فيش تحالف دائم في السياسه يعني انا ممكن حليفك اليوم وبكره نكون خصم هم مش بالضروره لا هو راهي ليبيا راهي من ناحيه الاستراتيجيه العسكريه راهي هامشيه الثقل الأكبر وين في بريطانيا في ألمانيا في إيطاليا حيث القواعد الأمريكية حتى صبح اليوم في تركيا في اليونان إيطاليا طبعا في اليابان في كوريا
يعني القواعد الأمريكية منتشرة في 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 أوروبا وفي العالم كله. يعني يعني هل بريطانيا منقوصة السيادة؟ هل إيطاليا منقوصة السيادة؟ هل إسبانيا اللي فيها قواعد أمريكية منقوصة السيادة؟ هل اليونان منقوصة السيادة؟ هل تركيا منقوصة السيادة؟ لا أعتقد. يعني السيادة هنا مفهوم عاطفي نقوله يعني ما هوش أكثر منه واقعي. يعني لا أدري مش عارف أنا. لكن إحنا بنربطه بس. يعني السيادة أنا نعتبر السيادة إنك أنت تسيطر على إدارة بلدك. مما لا شك فيه الليبيين كانوا مسيطرين على السيادة البلد. كانوا في قيادات من الجيش كانت رافضة لوجود هذه القواعد في تلك الفترة. ممكن لأن من مثلاً مو هي مشكلة ريت القضية أن مثلاً أنا الحاج حسين مازق الله يرحمه كان وزير خارجية ليبيا كان مصمم على إخراج الإنجليز. العجيب أن جمال عبد الناصر قال له يا حسين بي يعني على مهلك أنت زعلان ليه يعني مستعجل. يعني تصور ان وهذه طلعت وثيقه حتى ان الامريكان مستغربين شكلوا عبد الناصر من جمال من من حسين من من, من حسين مازق اللي هو كان وزير خارجيه يريد ان يخرج الانجليز لانه كان يزايده لانه كان مد الناصري قوي جدا التيار الناصري والبعثيين كانوا اقوياء ويزايدوا على 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 السياده الليبيه. لكن لا اعتقد ان 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 هؤلاء الناس تدخلوا في 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 أمورنا الداخلية. يعني مثلا واحدة من الكذبة اللي لاكها للأسف محمد حسني الهيكل بأن البريطانيين ضربوا قناة السويس من ليبيا من طلع عبد الناصر وكذب كلام هذا قال أبدا لم يستخدموا القنوات. وبالفعل الحاج مصطفى بن حليم كان رئيس وزراء ليبيا قال لي أنا أمرت بأن جهزت قوة شعبية للهجوم على القواعد القاعدة الأمريكية في طرابلس والبريطانية في طبرق إذا ما استخدموها ضدنا. لكن هم كانوا ملتزمين بالاتفاقية بأن لا تستخدم القواعد ضد نعم. الجيران. هو 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 نقوله بأن الثورة يوليو أو التغيير اللي حصل في في مصر وبروز التيار القومي بقيادة جمال عبد الناصر كان له انعكاس منسحب على الحياة السياسية في ليبيا وبالتالي حتى الجانب الأمني والعسكري. يعني نقدر نقوله هيك التغيير اللي حصل في مصر. طبعا هو اللي حدث في مصر التيار الناصري سبب انجرافات كبيرة جدا في الوطن العربي فما بالك يعني ليبيا جارة. يعني يعني أنا أذكر أن واحد لبناني مسيحي قال لي زمال عبد الناصر كان يقود في لبنان من خلال الراجف من خلال شو اسمه سعيد هذا أحمد سعيد حاجة صوت العرب فقال لي كلنا قال لي شيعة وسنة ومسيحيين ودروز كنا لاصقين في الراديو نسمع في عبد الناصر شو يقول فما بالك بالجار يعني فما بالك في ليبيا يعني كانت ليبيا طبعا انت عارف في 67 في النكسة خرجت الجموع خاصة في بنغازي كسروا في أملاك اليهود والمسيحيين وغيره بينما القاهرة كانت هادئة. يعني شهداء يناير في 64 كانت احتجاج ان الملك ما حضرش القمة العربية في 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 مصر اوكي هو بعد السيد الحسن ينوب عنه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ الشيخ عبد الحميد العبار فكان الجموع زعلانين ليش تعدي انت بروحك عرس كيف فكانت التيار الناصري كان او التيار القومي كان كاسح الشارع اوكي وكان مؤثر على الشارع بعاطفه. بعدين اكتشفنا ان هذا التيار كان مؤدلج القومجيه العربيه كانت أساءت إلى الآخرين سببت لنا مشاكل مع إخواننا الأمازيغ الأكراد وغيرهم الأتراك وغيره. وبعدين جاء التيار الإسلام الإسلام السياسي نفس الشيء استخدم العاطفة الإسلامية أوكي وأساء إلينا وخرجت من عباءته جماعات متطرفة أساءت إلينا إساءة كبيرة جدا. الجيش الليبي في ذلك الوقت كيف وبعد توحيد الأقاليم خلينا نقول حتى نستفيد من الوقت كيف استطاع أن يؤمن هذه الرقعة الجغرافية الواسعة وتقعد تحت سيطرته وكيف كان توزيع الأدوار والمسؤوليات فيما بعد يعني بعد هدوء واستقرار البلد. هو طبعا الكلية العسكرية اللي كانت في بوعطني على فكرة لأن أهداها هي كان قصر الغدير أو الجخ نعرفون احنا أهداها الملك دريستي تصبح كلية حربية فجاءوا إليها ضباط من كل أرحى ليبيا تآلفوا وأصبحوا أصدقاء بعضهم البعض وتآخوا ولذلك حتى لما تشوف أعضاء مجلس قيادة الثورة متاع القذافي تقام من كل مكان يعني تقريبا نصهم من بركة أوكي
فالضباط طبعا الكلية العسكرية كما هي الجامعة باستثناء طبعا ما كانش فيها نساء، لكن صار فيها تقارب وائتلاف تجانس وأيضا فتحوا كلية في الزاوية. فبالفعل والضباط كانوا يشتغلوا يمشوا من هنا يمسكوا مثلا في الزاوية، يمسك مثلا في سبحة، يمسك في كفرة، يمسك في طبرق. فخلقوا شعور بالانتماء إلى مؤسسة وطنية ما هيش فئوية، لا تنتمي إلى جهة أو حتى مستوى اجتماعي. طبعا وبعدين كان في تراتبية، يعني ممكن يمسك نور الصديق، ممكن يمسك لطيوش، ممكن يمسك سنوسي شمس الدين، أي واحد ما تسألش على من هو. حتى مستوى المعيشة قصدي، يعني كان الناس تقريبا معدمة زي معمر القذافي، كان بسيط جدا أي كانت فرصة بالنسبة لهم. طبعا هم يجوا يحصلوا وظيفة، لكن الأهم أنه هو يكون خريج هذه الكلية العريقة، لأن ما تنساش أن الكلية العسكرية كانوا أول من مسكها كانوا الضباط العراقيين، بعدين جاءوا المصريين، بعدين كانوا يبعثوا فيهم إلى العراق ومصر، حتى أن الضباط كانوا يعني يتميزوا يقول أنا خريج الكلية العراقية، أنا خريج الكلية المصرية، بعدين بدأوا يمشوا لأمريكا، بدأوا يمشوا لبريطانيا، روسيا فيما بعد في عهد القذافي. أوكي، فيعني أنا واحد من الشخصيات الرائعة اللي قابلتها مؤخرا هو الأستاذ اللواء خليفة حسني اللي كان ماسك الأمن الداخلي درسي، فقال لي أنا عارف من اللي قراني في موسكو، قلت له قال لي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الآن، كان 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 أستاذ كان أستاذ يعني شاب صغير، كان أستاذ في كلية الدراسات الأمنية في موسكو. وبالتالي أنت تحكي علي ناس يعني نالت من العلوم العسكرية العسكرية أقصد. نعم، وهذا عاد نفعا على البلد، يعني كان عندنا مؤسسة عسكرية كبيرة، يعني أنت لو تشوف قادة زي عبد الفتاح يونس زي الله يرحمه، زي مشير حفتر مثلا، يعني قادة عسكريين كبار يعني، وكان لهم الأثر يعني الآن في إعادة هيبة المؤسسة العسكرية ولملمتها من جديد. كويس، سنصل لهذه المرحلة بس شنو ناخذها درجة درجة. بعد الانقلاب 69، سؤال يعني كيف استطاع مثلا هذه المجموعة من الضباط أن يعني تصنع هذا الانقلاب؟ يعني وين الجيش الليبي في ذلك الوقت، وين مؤسساته الأمنية والمخابراتية في الكشف عن هذا التغيير؟ يعني عندما نتحدث عن جيش يعني بهذه المواصفات اللي ذكرتها. والله يا ريت، احنا هذه تحتاج الى دراسة، اعتقد ان نبو انا وين اريد لان بالفعل هو سؤال محير. كان في مؤسسة عسكرية، كان في مؤسسة مخابراتية استخبارات عسكرية، كيف يستطيع ان يبرز ضباط صغار ملازمين بحجم معمر قذافي ورفاقه ويصعدوا الى قمة الدولة؟ اعتقد السبب الرئيس هو كان زهد الملك ادريس، لأن الملك إدريس قبل قدم استقالته في أغسطس وسلم للشيخ عبد الحميد العبار وطلع عدى اليونان وعدى تركيا. بعدين صار الانقلاب، هذه حاجة. الشيء الثاني آخر، كان في مزاج في الشارع الليبي للتغيير، أوكي، وكان تحت تأثير وتنويم التيار الناصري القومي، كان جارف، أوكي. وبعدين كانت في معركة مع اليهود مع إسرائيل، خاصة جت على خلفية 67 نكبة صارت. فهذه كلها كانت مؤثرات. وبعدين كانت الموضة ذيك الساعة تطلع انقلابات عسكرية في العراق، في سوريا، في ليبيا، حتى الناس بدأت تغير، عندك في الجزائر من أحمد منبلة إلى هواري بومدين، وأصبح المزاج عسكري. هذه كان لها تأثيرات، لكن نحتاج إلى دراسة متأنية لكي نصل إلى حقائق حقيقة. أنا لا أعتقد مما قرأت على الأقل أن القذافي كان مدعوم من أمريكا ولا بريطانيا ولا الكلام الفاضي اللي يقولوا فيه. أنا أعتقد أن الآليات الذاتية هي اللي غيرت الوضع. في أي آليات خارجية يعني؟ لا أعتقد، لأن كما حدث في ثورة فبراير، الآليات الداخلية هي اللي غيرت نظام حكم القذافي، غيرت الطريقة المأساوية. 69 غير اللي حدث في أي طبعا. كان انقلاب يعني ما نقدروش نحن، موضوعه كان انقلاب سريع غير دموي، مرحله مختلفه غير دموي، لكن
لكن كان في كان في هامش من الحريات، كان في هامش من التحرك. اوكي ما تنساش ان كان في محاوله ارتداء في 63 بعد سنه طلقوهم يعني عفى عنه من الملك. في اللي كمل قرايته لكن القذافي كان يعدم في مخالفيه، وبالتالي القذافي لم يفسح مجال للناس بين يتعامل بلطف، فعمل بالطريقه التي كان يعمل بها الناس وان كانت بشعه. استلم القذافي، نطلع من مرحله الملك ادريس والمملكه. طبعا احنا هذا كله باختصار، انا متاكد ان في تفاصيل اخرى كثيره جدا. وجيش السنوسي وفيما بعد الجيش الليبي له ما له وعليه ما عليه، نقصد مرحله ما قبل 69 يعني. كلها ايجابيات ولا في سلبيات؟ لا اكيد ما فيش، هذه حركه بشريه لا تخلو من السلبيات. بالضبط يعني الناس غير معصومين. بس نحن يعني ما نحكوش بشكل زي ما يقولوا مثالي. لا هو ما قريت القطعيات هذه مشكله، راه ان نحن كلنا تمام او نحن كلنا مش كويسين. لا نحن بشر خطاؤون وغير معصومون. اي نعم نرتكب شيء من الصواب ونرتكب شيء من الخطا، وهذه تؤكد بشريتنا وعدم معصوميتنا. تمام، لكن في النهايه وتحت هذا العنوان ان هي بالفعل مؤسسة عسكرية خلقت من العدم، تكونت في مصر وتشكلت وانتظمت يعني بشكل زي ما قلت تراتبي منتظم، استفادت من التجربة البريطانية، وبعدين دخلت في معارك وطنية حقيقية، وحتى استقلت أو استقل إقليم برقة في البداية، وبعدها يعني حصل ما حصل. هاي التفاصيل اللي نحن زي ما قلت ما ذكرناهاش إلا بالإشارة فقط. ما بعد 69 استلم القذافي يعني قيادة الجيش تقريبا، كانت رؤيته مختلفة للمؤسسة العسكرية ودورها فيما بعد. أعتقد أنه تخوف منها هو لعمل التغيير حتى نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات. كان طبعا معتمد كليا على المؤسسة العسكرية، وكان يدعم فيها، وكان يبعث الطلبة يدرسوا في الخارج وكذا، كان يشارك في مغامرات العرب. بعدين في الثمانينات بدأت تنحرف المؤسسة العسكرية، بدأت بتعمدك تنحرف. لا أدري هل هي ممكن انجرت إلى الانحراف. دخلنا في مغامرات في أفريقيا، في تشاد، في السودان، في أوغندا، مش عارف إيش، حرب قبلها طبعا مع مصر، الحرب الأربع أيام 73 وغيرها. لا 77 نعم. يعني خشينا في حاجات. بعدين بدأت المؤسسة العسكرية تنقلب إلى مؤسسات أو كتائب أمنية لحماية النظام، وهنا بدأ الانحراف. بعدين بدأت تدخل القبلية والشللية داخلها. يعني القذافي بدأ يحصر الجيش في قادة من قبائل معينة، من جهات معينة، فسبب إشكالية. لا وكانت سياسة، ما كانتش عملية يعني عفوية. طبعا. فيه مقالة شهيرة في صحيفة الزعف الأخضر آنذاك، الجيش حشيش وطيش تقريبا. كانوا ضباط أذكر، كانوا حتى في سوق العشية يعني وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة. جدا جدا. وهينت المؤسسة كالمؤسسة.